عبد الباقي بيرجعها له ويرجعها تاني لعبد الباقي. عبد الباقي لحسن حمدي بينقلها على طول لمحسن صالح لمصطفى عبده. مصطفى لعبها عليها قدام للخطيب هو جول جول كانت من الجول وعبد جول كرة عالية بتعدي الكيبر ياخدها الخطيب ويخش عليها على النجاري. المباراة دي مباراة برضه في الدوري العام الأهلي الأولمبي، والمباراة دي من المباريات الجميلة جدا. حسبناها 2-0 وده الهدف الأولاني ليا. اتلعبت احنا باقي طويلة جدا وكنت انا مصاب في المباراة دي، حتى رجلي مربوطة، لكن هنا انفردت بجول قدرت ان اتخلص من الجول، يعني من الأهداف اللي انا بحبها الحقيقة. بالنسبة لي الأهلي الأولمبي والمباراة دي من المباريات الجميلة جدا. حسبناها 2-0 وده الهدف الأولاني ليا. اتلعبت احنا باقي طويلة جدا وكنت انا مصاب في المباراة دي، حتى رجلي مربوطة، لكن هنا انفردت بجول قدرت ان اتخلص من جول، يعني من الاهداف اللي انا بحبها الحقيقه. بالنسبه لي كره عاليه بتعدي كيرر ياخدها خطير ويخش عليها على نجار العدو ويخش تاني ويحط الجول الاولاني بعد 13 دقيقه. غريب الخطيب فعلا، تحكمه بالكوره غريب جدا، منتهى ثقه. الجول اللي حاطه بيعدي من واحد الحكم بيقول قبل ما نقول الجول نشوف مصطفى عبده. مصطفى عبده النهارده من الحاجات الاسماء الكبيره جدا. شوف مصطفى لما استلم الكوره وقف وهدي وحطها لي في حته جول، حطها لي يعني ثرو باس جاهزه، لا ومن كام 50 متر فوق. طبعا هنا دخلت علي النجار، كابتن علي النجار، وكيبر بعديه يعني سيرد باك.